ما هو العمل الصالح؟ عرفوا لي العمل الصالح. ها؟ ممكن الواحد العمل الصالح بتاعه يبقى سكت، ما تقعدش تكفر في الناس وتبدع في الناس وتوضع في الأحاديث، وتقعد سكت، خليك في خيبتك، خليك في اللي انت فيه، ما تملكش دعوة بخلق الله. عارف سكوتك ده نعمة، نعمة من نعم ربنا، عبادة. ده حتى كان زمان يقولوا النوم الظالم عبادة، صح؟ حتى النوم عبادة. قال لو كان ظالم ينام أحسن، يريح يريح الملائكة اللي عمالة تكتب. فخلينا في إيه؟ ما معرف لي العمل الصالح. يلا يلا يا أخوانا نعرف العمل الصالح. ما هو العمل الصالح؟ كل حركة وسكنة، يعني حركة أو سكون، وخاطر يقصد به إيه؟ وجه الله.